لؤي ملاحمة، مدير الابتكار في مجموعة لومينوس ومؤسس شركة 3D مينا. الإنجاز بلش بإنشاء شركة 3D مينا اللي هي متخصصة بإنشاء المختبرات الصناعية المعروفة بالفاب لابز. نقوم بتشغيلها كحاضنات أعمال ومراكز تدريب تهدف لإيجاد حلول وإنشاء شركات توجد هاي الحلول باستخدام تكنولوجيا متطورة لمشاكل وتحديات عالم اليوم، وأيضاً إعداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدءاً من الأردن لسوق العمل المتأثر بالتغيرات التكنولوجية المتسارعة. البداية أكيد ما كانت سهلة. أنت لما تحاول تشتغل بأي بلد بالعالم بتكنولوجيا جديدة عم بتحاول، أنت بيكون عندك صعوبات كثير، منها التشريعات، منها طبيعة العمل بهذه التكنولوجيا، منها عدم الخبرة. أخذني تقريباً 5 أشهر حتى حصلت على الاستثمار للفكرة. أخذنا الاستثمار، بعد ما أخذنا الاستثمار برضو الفكرة ما كانت زي ما اشتغلنا عليها، فاضطرينا نغير. بعدين حاولنا نبني أول مختبر صناعي في مخيم الزعتري، اشتغلنا عليها 9 أشهر، حصلنا على دعم، كان في عنا فريق من 20 شخص. بعد 9 أشهر برضو فشلنا. أخذنا محاولات كثيرة وتعلمنا كثير أشياء بهاي الفترة. النجاح أكثر ما يكون هو قدرتك أنك تضلك تشتغل. فسلسلة الأعمال، الإنجازات اللي بتشتغل على حالك فيها واللي تطلع أنك تضلك دائما شغال فيها، هي تعطيك الشعور الراحة أنك تقدر تنجز. الدعم مستمر في أردننا، لا تخليه يوقف عندك.